دونك تقريبا هذه عشرين عام وانا خارجه من مراكش زعما باش ما نقولكش دونك خديت واحد الريتم مختلف شي شويه يعني ماشي بحال الام ديالي وخواتاتي وحبابنا وعائلتي آه كبرنا في الطابله يعني ماشي حنا كنديروا فطور آه الفطور الاول عاد كنديروا الفطور الثاني عاد العشاء عاد السحور يعني كنفطروا في الاول غير يا يعني اما مثلا حريره حمضه ولا ولا بيضه يعني حريره الحسوه اما يعني حريره حمراء اللي يقول حريره حمراء وقهوه ولا اتاي وشي حاجه خفيفه اللي بغى يصلي كيمشي كيصلي عاد كنرجعوا نفطروا، دابا انا ما كنديرش هالطريقة الطريقه، كندير بحال الرباطيين اللي كنفطروا فطور واحد، يعني الطابله كتكون متنوعه فيها كل شيء، يعني فيها فيها الحريره، فيها العصير، فيها الخضار، فيها الفواكه، فيها الطواجن، فهمتي، شي حاجه مشكله اللي كتبقى هذيك الطابله تقدر تبقى حتى نتعشاو بها اللي يقدر يتعشى وصافي، دونك ولكن كتمشي هذيك الثقافه ديال تابله لان صراحه مشات لينا في مراكش لان كتلقى مثلا امي عندها الخطر ان تنوع هذيك الطابله وان ماشي بحال غادي نمشي نشري الحلوه الشباكيه ولا المخرقه غادي نمشي نشريها من الباتيسري وغادي نجيبها لان ما عنديش الوقت لا هي عندها وقت لان واحد الشهرين هي قبل رمضان وهي كتوجد في الصفوف كتوجد المخرقه تتوجد يعني في الحلويات كتشد الزجلال وتجلس وتغسل وتنقي وداكشي دونك انا ما كنديرش هذا الشيء كنقدر نكوموندي ولا نمشي للباتيسري ناخذ داك اللي خاصني ناخذ ونجي ونطيب وصافي يعني بكل صراحه <applause> لباس تقليدي انا يعني في حياتي اليوميه ما كنلبسش لباس تقليدي الا إذا كنت مثلا غادي نمشي عند العائله معروضه كنلبس قفيطين ولا ولا جليليبه ولا فهمتي ملي كنبغيو نديروا صله الرحم ولا شي حاجه حيت كتجي شي شويه بحال و سورتوم كتكون شي حاجه رسميه عندها علاقه مثلا بالعائله ولا شي حاجه مزيان الواحد يمشي باللباس التقليدي كيكون زوين وكلاس و, و... و... وفي نفس الوقت يعني م... اش نقولوا ما تنبغيش زعما نقول ماشي محتشم هو محتشم وزوين وكلاس